الصدارة، وهذه اللي إعادة سلحفات بحرية بعد ما تم مداويتها بمركز رعاية السلاحف البحرية الموجود في كلية العلوم صفاقس. والحاجة المميزة أنه اليوم باش يتحط عليها جهاز تعقب بالأقمار الصناعية. مشروع اللايف ميت تيرتل الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي، فما نشاط هو تعقب السلاحف البحرية باش نعرفوا فين تمشي كيفاش تتنقل وفين تتواجد بشكل أكبر. اليوم لأول مرة بأيادي تونسية 100% مركبنا عليها جهاز تعقب التنقل عن طريق الأقمار الاصطناعية. الجهاز هذا يمكننا من معرفة التنقلات متاعها وأماكن تواجدها بكثرة. كما تعرف السلاحف البحرية هي كائنات مهاجرة، وبالتالي تعقب الطرق الهجرة متاعها مهم جدا باش نعرفوا فين تمشي تتغذى وفين تمشي تبيض وفين تتواجد بشكل أكثر. فكرونا روز، هذه اللي هي سلحفات بحريه من نوع ضخمه الراس، واحده من 7 انواع الموجودين في العالم، وحلت بالغالط في شباك واحد من البحاره، لقاها شويه مضروبه، دونك جابنا المركز رعايه السلاحف البحريه في كليه العلوم صفاقس، قمنا باعاده تاهيلها يعني مداويتها يوميا لنرجعت للفورمه نتاعها. اما بقى كي تجي تسيبها لازم فما مويان باش تتبع به، كما قلت لكم اللي هو حطان ليميتور ساتيليتر هذا، ولا جهاز تعقب عبر الاقمار الصناعيه. رسالة اليوم نحب نقولها، وشكري زادة كيف كيف للبحار اللي انقذ روز، والبحارة بصفة عامة اللي قاعدين يتعاملوا معنا. والحاجة الثانية دعوة للمواطنين كل انه نحاولوا نقصوا من استعمال البلاستيك، راهو صحيح يضر في الفكرونة، اما زادة راهو يضر فينا نحن انديريكتومون، خاطر 7 انواع اللي موجودين في العالم يتشاركوا اللي هما ياكلوا الحريق، وكي يلقاو بلاستيك وساشيت بلاستيك في البحر راهم يغلطوا ياكلوها. والدايور فما العديد من السلاحف اللي خرجوا نافقين موتا، وقمنا بتشريحهم مالوريزمون لقينا فيهم ساشيات البلاستيك. دونك رجاء نحاولوا نستحفظوا على بحرنا ونستحفظوا على رواحنا وعلى السلاحف البحريه.